أسماء مجتاحة ترفع الراية استعدادا للانطلاقة. فتحت البوابات على بركة الله في ختام أشواط هذه الأمسية، وأي ختام لأجمل الأسابيع. هنا رقم 9 صوت الريح ابنة تشنج الله إلى المركز الأول مع يوسف الحصي والمطاردة من هوليدي إلى المرتبة الثانية، وأيضا نشاهد ريمبو القادمة من أمريكا في المرتبة الثالثة، عدلية أيضا تتزعم الطليعة، مجتاحة ثالثا، السعودية عبر المسار الخارجي أحلامهم وآمالهم وجمالهم مع مجتاحة عبر المسار الخارجي تتقدم، أميرة نورة أيضا في المرتبة الرابعة وصنهت في المرتبة الرابعة مقاسمة مع أميرة نورة. هل تواصل مجتاحة تدرج الدخول في هذه الأثناء؟ بجوارها عدلية وصوت الريح تتقدم مع 400 متر الأخيرة، الزحف نحو ختام أشواط هذه الأمسية. صوت الريح إلى المركز الأول ومجتاحة في المرتبة الثانية عبر المسار الخارجي، تتقدم مجتاحة مع أليكسيس مورينيو بعد طول غيبة، تتقدم بقوة. آيس دايسينج في المرتبة الثانية، أهلا مجتاحة، تغيب وترجع أقوى، وتغيب وترجع أقوى، وتغيب وترجع أجمل. مجتاحة مجتاحة إلى خط النهاية، مجتاحة بكل أريحية. مجتاحة